لا يا دوسة، يعني من زمان خالص مش عايزة أقول أجيب سيرة. على فكرة ضيوفي كتير الحمد لله، منهم يعني نجوم كبار كده زي فردوس، أعرفهم من زمان قوي من أيام ما كنا إيه في المعهد. في المعهد. أنا كنت في معهد الباليه، وفردوس كانت في معهد فنون مسرحية، مش كده؟ صح. وكنت أروح أهرب عشان أروح كافيتيريا عندهم وأشوف بقى الممثلين وهم بيمثلوا وبتاع. كان محمد صبحي واحمد زكي وفاروق الفيشة. فاروق بعد، بس بعدينا بشويه، بس مش اصغر مننا كتير يعني. او كان احمد زكي وكان صبحي كانت مجموعه كبيره. كنت اقعد اتسحب اهرب من المدرسه عشان اروح اشوف الممثلين الجداد. دوسة، الحقيقة يعني احنا عندنا كذا حاجة نتكلم عليها النهاردة، بس طبعا لازم نبتدي نقول لك مبروك على كوكب الشرق. بس بذمتك مش اختيار صعب يعني؟ مش هو طبعا قبل ما اتكلم، انا يعني انا فوجئت خالص بالجو الجميل ده اللي انتوا عاملينه، لانه برنامج من نوع خاص وشكله غير تقليدي. والحقيقه انا اول ما دخلت اتخضيت، لان انا قالوا لي انترفيو، فخلاص يعني انترفيو، لكن ما كنتش اعرف انه برنامج جميل وفي حيويه بالشكل ده. هو طبعا الدور طبعا يعني مغامره، اقدر اقول انها مغامره بكل المقاييس، لانه يعني لما تتجرأ ممثله وتتعرض لشخصيه زي شخصيه ام كلثوم، فبالتاكيد هي مغامره كبيره جدا. ولكن هي ما مش هنقدر نعتبرها يعني بالنسبه لنا مغامره غير محسوبه، لانها احنا كنا حاسبينها من سنوات طويله جدا. ويمكن انت عندك فكره عن الحكايه دي، يعني من الثمانينات واحنا بنفكر نعمل العمل ده. وحتى الاستاذ مصطفى امين كنا مسجلين له حوالي 10 ساعات، لانه هو طبعا صديقها الحميم جدا كان. يعني ساعات كده الفنان بيبقى عنده حلم عمر، انا بعتقد انه ده من احلام عمري ان انا اعمل كنت الدور ده، والحمد لله ان عملته. طبعا فاضل بقى اللي هو يعني رأي الجمهور في الدور، طبعا ان شاء الله ما يطلع. سعدت جدا بالتجربة. ايه الاستعدادات الخاصة جدا اللي عملتيها او حضرتي نفسك بيها كممثلة للدور ده؟ هو طبعا في تحضير شكلي وفي تحضير معنوي. التحضير الشكلي اللي هو طبعا جميع الصور، جميع ما يتعلق بيها، جميع الجرايد، جميع الملابس، جميع الاكسسوارات، الحاجات دي كلها. وانا في رايي ان دي ابسط حاجه في الشخصيه، لانه يعني ده الشكل المظهري ده مش كان الاصعب بقى في الموضوع، هو الشكل النفسي. لان سيده ام كلثوم احنا نعرفها كفنانه كبيره وفنانه عظيمه وكمغنيه، وما كانتش هي تقريبا بتسمح باكتر من كده للجمهور انه يعرفوا عن حياتها الشخصيه. فلقينا صعوبه شويه في ان احنا، او لقيت انا صعوبه ان انا اتغلغل شويه في الشخصيه للشكل الداخلي، لانه ده تطلب مني ان انا اعمل يعني قراءات كتيرة وابحاث كتيرة، وان انا اقابل شخصيات كتير من اللي كانوا يعرفوها ولسه موجودين. الشخصيه او ام كلثوم التي لا نعرفها نحن، احنا نعرف الصوت الجبار كوكب الشرق سيده الغناء العربي، لكن ما نعرفش الشخصيه. ماذا لا نعرف عن ام كلثوم وانت توصلت اليه في الشخصيه دي؟ ام كلثوم كانت شخصيه، أولاً شخصية مصرية جداً، يعني كانت بتعتز جداً بمصريتها، كانت بتعتز جداً بأصلها وببساطة أصلها على فكرة. يعني مش زي ما الناس فاهمة إنه عشان هي وصلت لهذا المجد ممكن إنها تتنصل من جذورها أو من أصولها كفلاحة مصرية بسيطة طلعت من طين وتراب مصر. كانت بتعتز بده جدا، كانت بتحب أسرتها جدا، كانت ست زي ما بيقولوا ست مصرية بيتي خالص، ما تحبش إن حد يطلع على حياتها الشخصية. لآخر لحظة في عمرها كانت
هي وجميع أسرتها في مكان واحد، يعني ما انفصلتش أبدا عن أسرتها. يعني مثلا في الفيلا اللي كنا نعرف انها في الزمالك دي، كانت بتعيش هي واختها وولاد اختها والوالده والوالد، ويعني جميع عموم الاسره يعني لغايه اخر يوم في عمرها. حتى الوصيفه، مش الوصيفه او المساعده بتاعتها، كانت بتعيش في نفس البيت. فهي شخصيه بالرغم من عظمتها الفظيعة اللي هي ما تكررتش على الأقل في هذا القرن، ولكن هي بسيطة، بساطة الفلاحة المصرية لآخر يوم في عمرها. جميل.